السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اقول لكم ازاي تقرا 700 جزء من القران. هو القران فيه 700 جزء؟ يلا بينا ننسى جو الشبحانه والروشنه ده بقى ونخش في الكلام الجد على طول. ازاي تاخد اجر 700 جزء من القران؟ هو مش القران 30 جزء بس؟ انا هقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وربانا ان الحسنه في الاسلام بعشر امثالها، يعني الله سبحانه وتعالى لما انت بتعمل حسنه واحده بيديك اجرها 10 مرات، الا في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، العشرة الاول من ذي الحجه، الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وزي ما جه في الاثر لابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان الحسنه في العشر ايام دي ب700 ضعف. يعني لو حضرتك قعدت نص ساعة او ساعة لربع بالكتير قوي تقرأ جزء واحد بس من القرآن هتاخد اجره 700 مرة، يعني اكنك قرأ 700 جزء. شفت انت مضيع على نفسك اجر قد ايه؟ الايام دي اقسم بالله الاجر اللي فيها ما يتعوضش، الحسنات اللي فيها ما تتعوضش، كنوز والله كنوز. لك ان تتخيل انك دلوقتي وانت بتتفرج عليا لو قلت سبحان الله وبحمده خدت اجرها 700 مرة دلوقتي، لو قلت استغفر الله خدت اجرها 700 مرة، لو قلت الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله خدت اجرها 700 مرة. طب لو قلتها 700 مرة اضرب يا معلم 700 في 700، اوه انا ساقط رياضة، اوه ارقام كبيرة. يلا بينا ما نضيعش الفرصة اللي جت في ايدينا دي. السلام عليكم.